فنفوز فوزا عظيما. أأنسى أأنسى حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع طاميا. والله لا أنسى بنات محمد بقين حيارا، قد فقدنا المحامي. إذا نظرت فوق الصعيد حماتها وأرؤسها يا فوق الرماح عواليا، هناك انثنت تدعو ومن فرط الأسى ضرام غدا بين الجوارح واريا. أنادي أنادي ولا منكم أرى من مجاوب، فما بالكم لا ترحمون ندائي. ولم أنس حول السبط زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكايا. أخي لم تذق من بارد الماء شربة، وأشرب ماء المزن بعدك الصايا. يا هلال إن غاب بعد كماله فاضحت به أيام سعدي ليالي. أخي لو ترى السجاد أضحى مقيدا أسيرا يعاني
الضرب قاسي يا أخي صرت مرمى للحوادث والأزم فليتك حيا تنظر اليوم حاليا علي عزيز أن أرى معفرا عليك عزيز أن ترى اليوم ما بيا فحاشاك أن ترضى أن سبايا بنا الأعداء تطوي الفيا فيا يا نمشي يا تدرب يا المامشي ما مشيت اجت على خير رافقيت يا ولي من جلة الوالي نخيت شتم والدي اي وانكر وصيته انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وموتاكم صلوا على محمد وآل محمد جعلنا هو جعل تكويني الأمور والقوانين التكوينية هي التي جعلها الله عز وجل من أول يوم والقوانين التكوينية لا تتعطل إلا للضرورية التكوينية الفرق بين القوانين التكوينية والتشريعية القانون التشريعي ربما يتغير الصلاة بإمكانك أن تصلي قائما تصلي إن لم تكن قادرا على الصلاة من وقوف فجالسا وإن كنت لا تقوى على الصلاة من جلوس كذلك مضطجعاً مستلقياً إلى آخر حد حيث أن الصلاة كما في النصوص وفي الأحاديث والروايات الصلاة لا تترك بحال
حيث أنها لا تترك بحال حتى يصل المقام إلى أن أصلي بالإيماء والإشارة، وتلك صلاة الغريق. هذا حكم تشبيه. الصوم بإمكانك تتمتع بالصحة، لا يضر بك الصوم، تصوم. ومن كان منكم مريضا أو على سفرين، مريض سفر فعدة من عجيب، نفس الحكم يتغير وإلى آخره. لا أريد إطالة المقدمة لكي ينصرف الوقت ويمضي سراعا. أما القوانين التكوينية هي التي ترتبط بالكون بالعالم، خلقها الله من أول يوم، لا تتعطل. النار قانون تكويني، قبل 1000 سنة، قبل 2000 سنة، قبل 10,000 سنة، من أول يوم خلق الله الكون والعالم هذا القانون موجود. النار تحرق، تحرق يدي، أنا المبتدئ في الصف الأول الابتدائي، النار تحرقني. السيد محمد مهدي بحر العلوم قبل 200-250 سنة كذلك، النار تحرق يده. هذا القانون لا يتعطل إلا إذا كانت ضرورة، ضرورة تكوينية. قبل 5,000 سنة إبراهيم، من هو إبراهيم سلام الله عليه؟ إبراهيم يعني من يمثل الله على الأرض. كان إبراهيم أمة، فرد واحد لكن كان يشكل أمة. الإسلام كله تجسد في إبراهيم سلام الله عليه. الآن حكم عليه بالإعدام، وأي نوع من الإعدام؟ الإحراق. بما في الأحاديث والروايات يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الكلام مفصل، لا أريد أن أتوقف في هذه المحطة، لكن التفاتة صغيرة. يقول أهل العرفان والفلسفة لما وضع في المنجنيق ورموا به إلى ذلك الخندق العميق الكبير، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا الطائر طار من أعلى هذه النار لاحترقت أجنحته. هكذا نار. الله يخاطب النار، أي نار؟ النار المحرقة التي تلفح. يا نار كوني بردا وسلاما. أهل الفلسفة يقولون الله لما يقول يخاطب النار كوني بردا، لا يحتاج الأمر إلى أمر الله بكلمة كوني بردا وسلاما، المشيئة وحدها بمثابة كوني بردا وسلاما. يعني نفس اللحظة التي تتعلق الإشاءة بمثابة إصدار الأمر وكلمة شنو؟ يا نار كوني بردا وسلاما. هسه هنا سلاما فيما بعد إجت، يا نار كوني بردا جعل يرتجف في وسط النار، قضية جبرائيل وقضية الأشجار المثمرة والروضة من رياض الجنة في وسط النار، لكنه كأنما بين باقات الزهور والورود إلى آخره. فالقانون يتعطل قبل 5,000 سنة، وما تعطل فيما بعد إلا لموسى، موسى بن عمران نبي أولي العزم على نبينا وآله وعليه السلام، تعطل حينما رمته أمه في التنور والنار المشتعلة المستعرة. لماذا؟ موسى في ذلك اليوم هو الوحيد الذي يوحد الله. الآن
إذا رمت به أمه في التنور بعد لحظات يتحول إلى رماد. رماد. هنا الله عز وجل يعطل قانون الإحراق. أقبلت جلاوزة فرعون الجواسيس، فتشوا البيت، لم يجدوا في بيت أم موسى واسمها يخابيد، لم يجدوا سوى إلا تنور نار والنار مشتعلة. خرجوا، وحيث أن الأم أصيبت بالذعر، لا تهتدي، لا تهتدي إلى سبيل إلى ماذا أصنع بهذا الطفل؟ الآن يذبح، هذا حبيب قلبي، هذا الذي بهذه المشاكل والصعوبة حصلت حصلت عليه، الآن يذبح أمام عيني. انقطعت إلى الله عز وجل. الله عطل قانون الإحراق لموسى حينما خرجوا وعادت إلى صوابها، خرجت نحو التنور وهي تظن أن الطفل الجنين الوليد الحبيب تحول إلى رماد، لكنها سمعت نشيجه وصوته العذب وهو يبكي وينتظر الحليب، ينتظر اللبن. مدت يديها، أخذت، حتى الرماد ما أثر على تلك الخرقة البيضاء التي لفته بها. هنا تعطل. هذا مثال، يعني إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، وأمثال أخرى، قانون السيلان، قانون السمع، قانون البصر إلى آخره. الجعل هذا معناه، يعني إلى هذا الحد أنا أتحدث لماذا؟ لأقول لكم ولنفسي أن أنا أتعلم قبل كل واحد، لأني أقلكم علما وإحاطة. وجعلناهم، هذا الجعل جعل تكويني. من هؤلاء؟ ضمير هم جماعة. من هؤلاء؟ باتفاق المفسرين من الإمامية والجامع من غير الإمامية، المراد منهم منو؟ وجعلناهم محمد وآل محمد. الله عز وجل يشير إلى عظمة أهل البيت ويقول وجعلناهم أئمة. أئمة جمع، المفرد إمام. من هو الإمام؟ الذي يتصدى الإمامة. ما هي الإمامة؟ الإمامة هي الرياسة الإلهية خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي يأتي من بعد النبي وله جميع الصلاحيات إلا الوحي والنبوة. زين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا نجتاز هذا الموقف. وأوحينا إليهم. هنا توضيح مختصر، نحن بحاجة إلى هذا التوضيح حتى لا يقول أحدنا يا ترى أن الوحي يكون لغير الأنبياء. نعم، لغير الأنبياء يمكن. وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى نبية كانت، وأوحى ربك إلى النحل، حشرة صغيرة الله يوحي. الوحي له معاني كثيرة. الوحي هو إنزال الخبر على قلب الموحى إليه. أنواع العلم. أوليس الإمام الصادق روحي له الفداء يقول علمنا غابر ومزبور ونقر في الأسماع ونكت في القلوب، وإن عندنا الجفر الأبيض والجفر الأحمر، وعندنا الجامعة، وعندنا مصحف فاطمة. هذه كلها أنواع
علوم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، الاسم الأعظم الذي يحول الدنيا إلى أي شيء أراد بإذن الله عز وجل، كإحياء الموتى، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. بعد شنو؟ إحياء الموتى بواسطة عيسى، وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الذي ولد من أمه أعمى، أنا أعيد له النظر، أعيد له البصر، أبرئ الأكمه. البرص مو هذا البرص الذي يتغير جانب من لون جلد الإنسان، لا، ذاك اليوم البرص مرض خطير كان يتعمق في الجسم في اللحم، وكان مرض مسري خطير من رأسه إلى مشاش قدميه، جراحات وتشخب دما، قروح في بعض التفاسير جروح وقروح، وتعلمون الفرق بين الجرح والقرح، الجرح في ظاهر الجسم، القرح في داخل الجسم، جروح وقروح. هذا كان يبرئه، هذا كان عيسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام كان يعالجه. الآن فتشوا اسألوا، وأنتم تعلمون الأكمه الذي ولد من أمه أعمى، ليس هناك طبيب، خلي كل أطباء العيون يجتمعون، مستشفيات فرنسا تجتمع، هل بإمكان الطبيب أن يعيد البصر والنظر إلى من ولد أعمى؟ الجواب لا. نعم، في حياته الله عز وجل سلب بصره، وذلك لحكمة بالغة، والله يريد له الخير ولو تكره نفسه. واحد يسلب نظره وبصره، هذا يكون حزين، بعدك مصيبة أكبر من هاي مصيبة. لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، في آية أخرى فعسى، وعسى غير فعسى، دخول الفاء على الفعل دليل الفورية. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. هو لا يرضى، من يرضى، من يحب أن يفقد بصره ونظره؟ منه أحد. لكن هناك حكم إلهية. على كل حال الإمام منزلة إلهية، الله عز وجل يختار بالجعل التكويني، وجعلناهم كما مر عليك، وأوحينا إليهم هذا الوحي، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، الخيرات عامة الأعمال الحسنة. ثم يخصص القرآن الكريم وإقام الصلاة. إقامة الصلاة ليس المراد من إقامة الصلاة بأن الإنسان يصلي، هذا كل مسلم عليه أن يصلي، هل بإمكان أحد أن يترك الصلاة؟ كما قلنا الصلاة لا تترك بحال كما في النصوص الشريفة. إقامة الصلاة، الصلاة إخواني العبادة المعنوية، والزكاة العبادة المادية. شنو صار؟ وإقام الصلاة يعني إحياء كل العبادات المعنوية، من جملتها هذه العبادة التي فيها ركوع وسجود، وفيها الفاتحة، سورة الفاتحة، سورة الحمد، فاتحة الكتاب، وبها تقام الصلاة، بسورة الفاتحة. إذا لم يقرأ سورة الفاتحة أي صلاة منهما تقبل؟ ما تقبل.
وفيها طهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا نص الحديث الشريف، لا صلاة إلا بطهور. الطهور شنو؟ تعبير المرحوم المحقق الحلي في شرائع الإسلام، الطهارة اسم للوضوء، هذا نص، للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. هاي العبارة الفقهية التي نقرأها، يعني قرأناها قبل 60 سنة وأكثر. هذا معنى الطهارة. الوضوء طهارة، التيمم طهارة، الصلاة بدون طهارة يعني بدون غسل إذا تعلق الغسل، وضوء إذا كان الواجب له عليه الوضوء، أو التيمم عند فقدان الماء. الصلاة تقام بالطهور وإلا فلا. الصلاة تقام بالفاتحة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذه العملية مثلا صلاة الأموات اسمها صلاة، لكن صلاة ما فيها ركوع، ما فيها سجود، ما فيها طهارة، حتى الإنسان الجنب بإمكانه أن يصلي صلاة الأموات، هذا مو عليه واجب بأن يكون على طهارة، مو واجب عليه. سلام عليكم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة يعني العبادات المادية، والمعنى اللغوي للزكاة النمو. أما السب فسبوني فإنه لي زكاة نمو ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة إلى آخره. صار معنو شنو صار؟ الزكاة العبادة المادية، الصلاة يعني شنو؟ العبادة المعنوية. من جملة الواجبات على الذين جعلهم بالتكوين أئمتان سلام الله عليهم أجمعين شنو؟ وأوحينا إليهم فعل الخيرات، من جملة شنو؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. إقامة الشعائر الدينية، هذا إقام الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة يعني الأعمال الصالحة، التعاون مع المجتمع، قضاء الحوائج، يعني قضاء الحوائج. مع هذه المقدمة، وبعض الأحيان إخواني المحاضرات مقدمتها أوسع وأكثر من ذي المقدمة، عندنا مقدمة وعندنا ذي المقدمة، صار معلوم حبيبي؟ صاحب هذا اليوم وصاحب هذا المجلس روحي له الفداء الإمام زين العابدين، ذكرنا الشطر الأول من حياته وما يتعلق بالوالدين ويتعلق بالأم، ومكثته في هذه المحطة تأريخا عن هذه السيدة الجليلة التي كانت تسمى بسيدة النساء، وحينما أسلمت وأراد أمير المؤمنين أن يقرأ خطبة العقد وأراد أن يخطبها للحسين غير اسمه، قال ما اسمك؟ قالت شاهزنان. شاهزنان الإمام سلام الله عليه كان يجيد الفارسية 100%، للفارسية الأئمة المعصومون من جملة مواهبهم، اعلموا إنهم يجيدون كل اللغات. قال شاهزنان يعني سيدة النساء، سيدة النساء هي واحدة وهي فاطمة الزهراء، فغير اسمها وسماها شهربانو، يعني سيدة البلد، سيدة المدينة. هذا مر علينا في الليلة الماضية. هذه الليلة أتوقف وطبعا أمر سراعا عن بعض المحطات في تعامل الإمام زين العابدين مع المجتمع في قضاء حوائجهم،
أنا مسلم أصلي، هذا هو، هذا فخر، تصلي، أصوم، أحج. شيخنا 20 حجة حجيت، ألف عافية عليك، هنيئا لك. لكن تعلم أن قضاء حاجة مؤمن واحدين تعادل حجة وحجة وحجة. يقول سلام الله عليه حتى عد 10 حجج، حاجة صغيرة إذا تقضيها للناس. احنا حقيقة تعلمنا الإسلام، لكن إسلامنا بعد سطحي، لم يكن عميقا، ولم نتعلم عن كثب وبدقة. يعني أنا بالنسبة لي أنا جاهل متنسك. هذا ما قال فيه خاتم الأنبياء، أقوى إنسان بالعالم، يقول قسم ظهري، قسم غير كسر، الكسر ينجبر والقسم لا ينجبر. أرجوكم هاي الالتفاتات اللغوية النحوية نتوقف عندها، نسجلها في قلوبنا. قسم ظهري يعني كسره، كسر اللي ما ينجبر، إذا كسر الكسر ينجبر. قسم ظهري اثنان، هذول اثنين كسروا ظهري، فكسر اللي ما تنجبر. عالم متهتك، عالم لكن دين ما عنده، وجاهل متنسك، هذا هو. شنو هذا هو؟ صلاة، صلاة، الصلاة. للصلاة وقتان، وقت مضيق ووقت موسع. إذا دار الأمر بين الصلاة أول الوقت أو عندك فد محاضرة دينية، الوقتان متعارضان، أقعد بالمحاضرة أو أروح أصلي أول الوقت؟ لا تقعد في المحاضرة، هذا يفوتك. الصلاة بعد ساعتين أنا ما عندك مجال، بعد 4 ساعات ما عندك مجال. شو؟ لا نكون أناسا متنسكين، لا، ننظر إلى الواقع، إلى الحقيقة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه من جملة أعماله التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، تدرون شنو؟ الجانب العبادي قسم منه ذكرناه في الليلة الماضية، ولو 10 أحاديث، وقلت لكم في الليلة الماضية الحديث عن الإمام السجاد يعني حديث يكتفي أن نقف أمامه في مجلس أو مجلسين، يريد أكثر. الجانب العبادي، رسول الله بأمر الله واللوح المحفوظ. تدري اللوح المحفوظ شنو؟ السجل التكويني الإلهي الموجود عند الله، عند الله سماهم سلام الله عليهم أجمعين. بالنسبة إلى السيدة زينب، نزل الأمين جبرائيل: يا رسول الله، ربك يقرأك السلام ويقول سمها زينب فإنا كتبنا اسمها في اللوح المحفوظ. الله، من زينب؟ الفيروزآبادي اللغوي المشهور يقول زينب اسم مركب من اسمين، زين أب، زين الأب يعني زينة الأب. من أبوها؟ من أبو زينب؟ ها؟ قل لي. أمير المؤمنين. أمير المؤمنين من هو؟ أمير المؤمنين من يزين الجنة، أمير المؤمنين من يزين السماوات، أمير المؤمنين من يزين العرش. زينب زينة، هكذا زينة. وياي؟ وصلت؟ ها؟ زينب زين الأب. قال صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع الحديث خلي ينتعش قلبك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح من ذهب، كلما دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت يا علي. ما
باب الجنة تقول ليل نهار، ليل نهار ماكو ذاك الوقت، دوما على الدوام، خلود خالدين. يا علي يا علي يا علي، علي هو زينة. أقول لك هذا الحديث تتحمله. الحديث الشريف يقول إن الله خلق الجنة مظهر رحمة الله. القضية مو قضية طير، سمك، أنهار، أشجار، فواكه، طعام، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا كل خلي على كتر. تعلمون ما معنى الجنة؟ الجنة يعني رضوان رب العالمين، رضوان الله. كم عظمة الجنة؟ الحديث يقول إن الله خلق الجنة من نور الحسين. مو أنا أقول وتسمع وخلاص. واحد قال له الله ليش معطينا إذانين؟ قال حتى نروح بالمجالس منا نسمع منا نطلع الكلمة وتروح تولي. لا، علينا أن نستمع مليا بدقة بدقة بتعمق. إن الله خلق الجنة من نور الحسين. أوه، من الحسين. أنا أدري من الحسين. أنا أدرك من هو أمير المؤمنين. الحديث مر عليك. تعال إلى الحسين، مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. المعروف إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، لكن الصحيح هذا إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقضي حوائج الناس، إمام يعرف. الإمام قلب الكون، هذا تعريف آخر. الإمام منه؟ الإمام قلب الكون، كما أن القلب هو قوام الإنسان. كذلك شنو كذلك؟ الإمام قلب الكون. الإنسان يموت إذا توقف قلبه، والكون يموت إذا مات الإمام المعصوم. لذلك لولا الحجة لساخت الأرض شنو؟ بأهلها. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يصلي، الحديث يقول كان يصلي، إذا صلى كان يصلي صلاة مودع. يعني هاي آخر صلاة بعمري والآن أموت. اللي الآن يدري الآن يموت، الصلاة الأخيرة كيف يتكلم مع الله؟ كيف يتكلم؟ هذه عبادة زين العابدين. صار حريق في بيته وكان يصلي جانب من البيت، حريق، صياح، أطفال، نساء، صراخ. لما فرغ من صلاته قالوا له يا ابن رسول الله ما قطعت صلاتك، حريق صاكم. الإمام قال وين صاير حريق؟ تدرون ماذا قال؟ قال كنت أفكر في الحريق الأكبر. الحريق الأكبر إيش وقت؟ يفكر في نار يوم القيامة. نار يوم القيامة. ثم يأتي إلى الجانب الآخر، أقبل عنده رجل ومعه شخص مسك بيده، قال له سيدي هذا قاتل أبي. الرجل قال له للإمام زين العابدين، الإمام قال له هذا شنو جايبت مقيدة جايبت؟ قال هذا قاتل أبي. فقال له ألم تعفو عنه؟ عندك هيك قلب تعفي؟ قبل فترة قليلة في بعض البلاد الإسلامية شخص حكم عليه بالإعدام
جريمة قتل، جاءوا به. على كل حال المحاكم هاي كلها خلصت، جاءوا به إلى المشنقة والناس يجتمعون يقدرون يشوفون. واحد أبد لا يقوى، ما يتحمل أن ينظر إلى، أنا ما أقدر هسه ضعف. على كل حال لما أرادوا إجراء الحكم عليه وإذا بوالد هذا المقتول صح، لا 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 لا، لا تعدموه، لا تشنقوه، لا تقتلوه، أنا عفوت عنه، صاحب الدم عفا، بدل ما يصعدون المشنقة نزلوه وعفا. عندك هيك قلوب في سبيل الله، العفو عند المقدرة، أن تعفو عمن ظلمك. عندنا هذه ملكات المؤمن، هذه صفات المؤمن الحقيقي. والله فلان هاي إيدي كلها خواتم، صلاة أول الوقت، هذا ظاهر الإسلام. يا موسى ماذا صنعت لي؟ قال إلهي صليت صمت. الله قال لي يا موسى هذا لك، إلي أنا، إلي لله ماذا صنع؟ قال إلهي ماذا أصنع لك؟ قال هل أشمعت جائعا؟ هل كسوت عريانا؟ هل قضيت حاجة لأخيك المؤمن؟ زين حبيبي، الإمام قال له عندك قلب على تعبيري، هل تعفو عنه؟ قال لا. قال هل له حق عليك؟ هذا القاتل إلى حق عليك؟ فكر ثم قال ليس له حق علي يساوي العفو في هذه الجريمة. الإمام قال له مرة أخرى سلام الله عليه أجمعين، رحمة رحمة للعالمين، سفينة النجاة، كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة الحسيني أسرع أوسع وفي لجج البحار أسرع كلهم سلام الله عليه أجمعين. الإمام سلام الله عليه قال هل علمك، يبدو ما كان غريب يعرف، علمك شيء؟ قال نعم سيدي، فقط علمني التوحيد، شلون أعرف الله، النبوة أعرف النبوة ومقام الأئمة المعصومين. قال عجيب، هكذا حق عليك وما تعفو عنه؟ قال والله. الإمام زين العابدين صاحب هذا المجلس قال والله يكفي لدماء الخلق أجمعين. تدري يعني شنو؟ يعني علمك التوحيد والنبوة والإمامة، هذا يكفي، يعني يساوي دماء الخالق من أولهم إلى آخرهم. هذا معنى شنو؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا صاحب الاحتجاج الطبرسي رضوان الله عليه يذكر هذه القضية ومعتبرة العلامة المجلسية عنده. تربية العبيد، نحن أيها الإخوة الكرام أيها الآباء، بالله عليكم هذا كلامي صحيح أو لا؟ نحن لا نقوى على تربية أولادنا. كم من الآباء من يصرف قصارى جهوده لتربية ولده، يجري الحسينية يقول شيخنا شو أسوي؟ كل ما أقول له ما يفيد، يقول هاليوم أكو مباراة بينك الفريق الفلاني وفريق ومجلس زين العابدين، أنت تعفو عنه، تجوز عنه، تترك عندك مباراة، تسوى المباراة أن تترك مجلس عزاء إمام مظلوم حجة الله في الخلق؟ لا نقوى، ما نقدر. كثير من الآباء يحب أن يكون ولده معه، ما يجي. الإمام زين العابدين سلام الله عليه فتح مدرسة لتربية الإنسان. تدرون تربية الإنسان كم قيمتها؟ الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسس الحوزة العلمية في قوم، هذا المرجع الأعلى في زمانه،
أصبح مجتهدا، أقبل إلى ضريح الحسين يبكي يبكي وهو يقول: سيدي عبد الكريم أصبح مجتهدا، ولكن أريد أن أكون إنسانا. عجيب، يعني الإنسانية غير الاجتهاد؟ نعم، يمكن واحد يكون مجتهد لكن مو إنسان. أوه بلي، يمكن أن يكون طبيبا بروفيسور يشار إليه بالبنان، لكن هذا وين الإنسانية؟ وين الإنسانية؟ موضوع آخر. نعم، إذا يكون طبيب يعالج المرضى لله عز وجل، للغيرة، للإنسانية، للشرف، للقيم، للمثل، على رأسي. مهندس، أكبر مهندس، هذا معناه إنسان؟ لا، الإنسانية قضية أخرى. الشيخ عبد الكريم المجتهد يقول: سيدي أنا صرت مجتهد لكن أريد أن أكون آدميا، أريد أن أكون إنسانا. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، قسما بالقرآن الحكيم، شنو؟ إنك لمن المرسلين. من الأسماء الخمسة الموجودة في القرآن لخاتم الأنبياء، أسماؤه كثيرة، 100 اسم عنده صلى الله عليه وآله، 5 منها موجودة في القرآن: طه، ياسين، عبد الله، أحمد، ومحمد. فلما يقول ياسين يعني أيها الإنسان، ياسين يعني شنو؟ في رواية المأمون العباسي والإمام الرضا حديث مفصل عن ياسين، راجعوا، الوقت انتهى بعد. ياسين يعني الإنسان الكامل بظاهره وباطنه، بروحه، ببدنه، بسيرته، بصورته، بخلقه، بخلقه، هذا معنى الإنسان، هذا معنى الإنسان. أن ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع، هذه واحدة. يقول والله ما عندي خبر، سيد محمد بحر العلوم أحمد مهدي قال لذلك العالم، لأن بلغه أن عائلة في النجف الأشرف في الليلة الماضية، هذه العائلة ما باتت جائعة، عشاء ما عندهم، جياع، أجوا خبروه المرجع الأعلى، قال جيرانه منه؟ قالوا أكو فد عالم، قال جيبوه. هذا العالم المجتهد جابه، قال فلان جارك؟ قال نعم جاري. قال هل تعلم أنه مع عائلته باتوا جياع؟ ذولا ما عندهم عش. قال لا والله سيدنا ما أدري. قال أدري ما تدري، أدري ما تدري، ولو كنت تدري لخرجت من الإسلام، إذا كنت تدري وما تساعدهم أصلاً أنت مو مسلم. هذا معنى الإنسانية، هذا معنى الإسلام، هذا معنى الإسلامية. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذا اليوم حينما وضعه ولده الإمام الباقر على المغتسل، مغتسل رأى على جسمه وعلى كتفه وعلى ظهره مجل آثار، ليست هذه آثار السيف ولا الرمح ولا الضرب. الله أكبر. سألوا الإمام الباقر: سيدي ابن رسول، هذا شنو؟ قال هذا أثر الجراب الذي كان يحمله على ظهره في الليل سرا إلى بيوت الضعفاء والفقراء والأيتام والمساكين، هو حجة الله في قضية العبيد. إذا تصدى أحدهم وقال سيدي أنا أتطوع، أنا خلي أنا أحمل، يقول لا، رب العيال أحق بحمله، أنا أشيل على ظهري، حجة الله، خليفة الله في الأرض. اسمعت حبيبي، كافي. في مثل هذه الليلة، عزاء في بيت الإمام، أولاده اجتمعوا حول الإمام الباقر، وين أبونا؟ تدرون إخواني بيت ما في أبوه، هذا البيت يجد مظلم. تدرون عائلة فقدت حميها، سنادها، التش وراح، العمد راح، إيش حال العائلة؟ لكن هناك ملاذ، أكو هناك كهف يلوذون بهذا الكهف، منو؟ الإمام الباقر سلام الله عليه. الأسف وكل الأسف على عائلة ف
فقدت حميها، فقدت أباها وزعيمها وسيدها، وما إلهم كهف، ما إلهم سناد، وين يلتجون؟ وين ينتجون؟ عائلة أبي عبد الله جن الليل، هاي هالليلة ليلة الوحشة، ليلة الوحشة لزين العابدين، لكن أكو الإمام الباقر يلوذون، القلوب المنكسرة تتشبث بحجزته، تعتصم بعروته، لكن عائلة الحسين في ليلة الحادي عشر ما إلهم تجوى، ما إلهم سناء، ما عندهم أحد. لذلك يقول حميد بن مسلم أو حميد بن مسلم: لما أشعل النار خرجت امرأة ووضعت يديها على رأسها، صاحت: يا أهل الكوفة. لماذا وضعت عشر أصابعها على رأسها في ذلك الزمان؟ معلوم بعد، هذا شيء واضح عند العرب، المرأة العربية إذا صفت بدون والي، رجال ما عندها، محرم ما عندها، ناصر ما عندها، وتريد أن تخبر العدو، يعني يا جماعة بعد ما عندنا زنب، ما عندنا رجال، تضع يديها على رأسها، يعني نساء وأطفال ارحمونا. الله نادت: يا أهل الكوفة، بعد حسين ما عندي، عباس ما عندي، الأكبر والقاسم، أي بقيت محيرة وصف يجذيني، لا عباس يا إبراني ولا حسين، يزجروني من أبكي وتدمع العين، تبقى عبرتي بصدري يتكسر. لذلك انحدرت نحو المزرع بهذه الحالة وهي تنادي: الخاطر الله يا أهل الكوفة ارحمونا، لا تحرقون خيامنا وتفرهدونا. نسوان ما عدنا محامد ارحموا الحال. شوية صوتك وياي، صوتك وياي. نسوان ما عدنا محامد ارحموا الحال، يا رد وانا باجيب لكم سلب عيون، قالها شلون قلوب قاسية، شنو هذول بشر كانوا؟ حيوانات ضارية كانت، سباع برية كانت، قالها لعين من العداء: يا بنت الأكرام، اي ملزوم يا زينب نطاب بوسط الخيام، اي انفره الارحال حسين ونروي على ضفايا، ردي ترى مالج محامي يا حزينة، ما عدها أحد. حولت وجه شطر العلقمي، صاحت: عباس الحق لي خويا أبو بغي،
صاحت خيلك يا المقطع بالشريعة، لأن الندى ردي ترى أشوف قطيعة للخيام، ردي بهاليتامى يا الوديعة، تدري إن بي مقطعة يميني ولا يسار، أي مهضومة مهضومة يا خويا، اعتني اعتني، أي مهضومة يا خويا، اعتني على الشريعة دورت، أنا دورت إياك لا يمنى ولا يسرى لقيتك، لا يمنى ولا يسرى، يا لقياتك خويا، يا ضيعتني وضيعتك، هلا تقول يا خويا نسياتك نسياتك، اي كل صوت يضربني نخياتك، اي كل صوت يضربني، اي نخياتك، احيم الضايع بعدك ضعنا في يد النايبات، حسرة يا بوادي، يا الله ماكو ردود. إلهنا بحق زين العابدين، اجعل هذا المجلس ذخيرة ظلمة قبورنا. بزين العابدين إلهنا نقسم عليك شفاء المرضى، أداء الديون، قضاء الحوائج، الرحمة والرضوان لأسلافكم، لوالدينا جميعا. اللهم عجل فرج صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. إلهنا عجل فرجه، إلهنا عجل فرجه. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. مجلس سنگین نیست.